أنا أتكلم اليوم ما نقدر نقارن العبادي سيد العبادي بالسيد السوداني. ليش دكتور؟ أنا أقول لك ليش. اسمح لي. سيد عبادي إجا حزب الدعوة جابه صح؟ حزب الدعوة جابه وبالنتيجة لما راد ينقلب انقلب على الدعوة على حزبه. هاي معادلة تختلف. أما السيد السوداني مو حزب الدعوة، طالع من حزب الدعوة صار له 7 سنين 8 سنين وعنده تيار سياسي اسمه الفراتين. فبالنتيجة من جابوه ما كان قاعد بالقهوة، هم جابوه كان قاعد بالبرلمان وفي نفس الوقت كان عنده حزب سياسي، هسه حزب سياسي كبير صغير والدنيا كلها تبدأ صغير وتكبر الأحزاب. فالرجال كان عنده حزب سياسي فما جاب ونازل وحده بالحزب ومقدم مشروع سياسي مالته. فلذلك من جابوه كشخصيه سياسيه، ما جابوه والله شخصيه مو سياسيه وقال لا والله انت بيروقراطي اقعد هاي شغلتك تخلص ترجع لبيتكم، ماكو هيك حكي. فجابوه سياسي عنده واحد عنده اثنين هم هاي الشخصيه اللي اتفقوا عليها. بعدين هم ما عرفوا شنو ضارهم، يعني شنو ضارهم شو على مستوى الحكومه اللي يشتغل بالادوات اللي عنده اللي يقدر.